بقى دلوقتي نروح ونشوف كده اخبار النادي الاهلي والاجواء كمان هناك عامله ازاي. ومراسلتنا العزيزه منى ابراهيم هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا منى صباح الخير. صباح ليكي انا وكريم وكل دلوقتي الساده المشاهدين بيسمعوك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهاوند كريم، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. في كل مكان يوم جديد يبقى أخبار رياضية أهلوية أكيد كمان جديدة، والبداية بفريق كرة القدم اللي النهاردة بيستأنف تدريباته الساعة 4 على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة المقاولين العرب القادمة يوم الجمعة إن شاء الله. يعني يمكن النهارده التدريب هيشهد عوده اللعيبه الدوليين اللي كانوا بيشاركوا مع منتخبنا الوطني امس في مباراه الجابون اللي انتهت بهدفين مقابل هدف لفريق المنتخب الوطني. يعني يمكن اللعيبه اللي هيكونوا النهارده موجودين في التدريب الشناوي بشريف قفشه وايمن اشرف اكرم توفيق حمدي فتحي والسوليه، كمان اللعيبه الاجانب اللي كانوا بيشاركوا مع منتخبات بلادهم في تصفيات كاس العالم هم كمان هيرجعوا بالتدريب النهارده وبكره. اللي رجع بالفعل اليو ديانج من مالي، بيرسي تاو من جنوب افريقيا، اما اللي لسه هيرجع النهارده وبكره عشان يستأنف تدريباته قبل مباراه الجمعه ان شاء الله علي معلول من تونس، بدر بنون من المغرب، ولويس ميكيسوني من موزمبيق. اما ده كل الاخبار عن فريق كره القدم النهارده. اما بقى فريق كره السله اللي النهارده يعني هوندي كريم عندهم مباراه في غايه الاهميه امام الاتحاد السكندري في اياب النهائي لدوري المرتبط. المباراة النهاردة هتبقى مع الاتحاد السكندري الساعة 8 مساء على صالة الدكتور حسن مصطفى بالمدينة السادس من أكتوبر. يعني خلينا أشرح لكم سريعا جدا ايه وضع الفريق وليه المباراه النهارده قويه جدا ومهمه كمان وصعبه. يعني بخلاف ان هي اكيد مباراه نهائيه واي مباراه نهائيه وفاينل بيبقى اكيد مهم، لكن الفريق في الذهاب النهائي كان فريق الشباب قدر ان هو يعمل مباراه قويه وهائله جدا قدام الاتحاد السكندري وفاز بالفعل ب 83-59. اما اللي ما كانش الحظ حليفه في المباراه هو الفريق الاول اللي خسر امام الاتحاد السكندري بنتيجه 83-77. طيب لو المباراه النهارده قدر الفريق الاول هو اللي يعوض الخساره ويكسب المباراه وفريق الشباب هو اللي ما قدرش مثلا لا قدر الله يحقق الفوز، يبقى هيتلعب مباراه فاصله يوم الخميس ان شاء الله. طيب لو نفس السيناريو المباراه الذهاب حصل، يعني الفريق الاول لا قدر الله هو اللي خسر وفريق الشباب هو اللي كسب، يبقى كده الدوري مفيش مباراه فاصله هتتلعب والدوري كده مش بتاعنا. لكن اكيد كلنا ثقه في كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق تحت 18 سنه، وكمان كابتن اوجستي بوش المدير الفني الاسباني للفريق الاول، ان هم ان شاء الله هيتداركوا كل الاخطاء اللي حصلت في مباراه الذهاب وان البطوله دي ان شاء الله تبقى من نصيب النادي الاهلي. يمكن غياب ايهاب امين لاعب النادي الاهلي، ايهاب لاعب مهم جدا، يمكن غاب عن مباراه الذهاب في النهائي وده اللي اثر بشكل كبير على المباراه اكيد، لانه لاعب مهم. يمكن المباراه اللي قبلها كان جايب تقريبي نص السكور اللي قدر يفوز بيه النادي الاهلي ساعتها. ايهاب حس قبل المباراه مباشره بشد في العضله الخلفيه اللي خلاه ان هو يبتعد عن المباراه، وخضع بالفعل لبرنامج علاجي مكثف جدا امبارح والنهارده. ان شاء الله النهارده يكون يتم تحديد هيكون موجود النهارده مع الفريق ولا لا، قبل المباراه مباشره هنقدر نعرف اذا كان هيكون موجود في المباراه ام لا. اما بقى عن سله السيدات، الفريق بيواصل النهارده استعداداته لنصف نهائي دوري المرتبط ايضا اللي هيتلعب مع مصر التامين يوم الاحد المقبل، بعد طبعا فوز سيدات الاهلي على نادي الزمالك بجداره في ربع النهائي وتاهلهم لنصف النهائي. ان شاء الله برضو المباراه الجايه يبقوا فايزين. وعن قطاع كرة الطائرة بقى، الرجال الطائرة النهارده بيواصلوا تدريباتهم استعدادا لمباراة ودية غدا هتتلعب أمام بتروجيت. يعني يمكن اتحاد الطائرة خاطب كل الأندية علشان يعرف أو يحدد مين أو إيه الصالات بالظبط اللي في مصر هتستضيف المباريات القادمة إن شاء الله من البطولات. وكابتن محمد مصلحي ايضا بياكد ان الفريق جاهز كله بالعناصر كامله وان هو قادر ان شاء الله يفوز بكل بطولات الموسم الجديد. احنا كمان يا كابتن محمد بنقول لك ان كلنا ثقه في لعيبتنا وعارفين ان حضرتك عملت مباريات وديه كتير جدا ودي كانت طريقتك في ان انت تجهز لعيبتك وتاكد على الخطط الفنيه اللي انتوا متفقين عليها. ان شاء الله الفوز السنه دي وتحققوا كل البطولات زي ما حضرتك بتتمنى.
اما عن سيدات الطايره كمان بيستعدوا للموسم الجديد، وكابتن حمدي صافي انهى تقريبا خلاص التدريبات او الشغل البدني المطلوب، وتاكد انه لاعبته وفتيات الذهب بدنيا جاهزين ان شاء الله لخوض مباريات، وان هم اكيد يبقوا دايما فتيات الذهب ودايما في المقدمه. دلوقتي التركيز كله على الخطط النواحي الخططيه والفنيه ان شاء الله للاستعداد للموسم الجديد. واخيرا بقى معانا كره اليد رجال اللي هيختتم تدريباته النهارده استعدادا لمباراتين مهمتين بكره وبعد بكره الخميس والجمعه امام سبورتنج وسموحه. عايزه افكركم بس ان الفريق كان فاز في الجوله الماضيه امام طلائع الجيش وهيليو ليدو، ان شاء الله يبقى نفس الشيء المره دي امام سبورتنج وسموحه، لان هما فرقتين اكيد محترمتين، واكيد التوفيق ان شاء الله لكل الفريق. كابتن طارق محروس كمان المدير الفني هيعقد النهارده محاضره مهمه مع لاعبته علشان ياكد على كل النواحي الفنيه والخططيه المطلوبه منهم، وان كل لعيب مطلوب منه ايه امام سبورتنج وسموحه ان شاء الله. يعني دي يا نهاوند كريم كانت كل اخبارنا النهارده من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. بنتمنى ان الويك اند ده ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي، يمكن من النهارده لحد الحد اللي جاي ان شاء الله في اول حلقه من 10 الصبح في الاهلي نبقى بنبارك لكم على فوز النادي الاهلي في جميع فرقه بكل الماتشات اللي هتتلعب الويك اند ان شاء الله. بشكركم جدا والعوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو. والله احنا بنامل ذلك يا منى، شكرا ليك على هذه يعني التغطيه الرائعه، شكرا جدا.